لا يخفى على العراقيين ما تعرض له قطاع الصناعة في بلدهم من تعطيل وتدهور منذ عام 2003 نتيجة للفساد الحكومي، لكن ما حدث في معرض بغداد الدولي كان بمثابة صرخة أطلقها المعنيون بهذا القطاع، متمثلا باتحاد الصناعات العراقية، عبرت عن مدى ما تعانيه الصناعة من إهمال وإفشال متعمد، حيث عبر رئيس اتحاد الصناعات عادل الحسناوي عن خيبة أمله من تراجع مستوى معرض بغداد الدولي، متهما الجهات الحكومية بإهمال جناح المنتج الوطني وعدم زيارته من قبل أي مسؤول. نحمل ممثلين الشعب كتاب تم توجيهه في الموازنة 20 المادة 20 جيم الموازنة 2020. الصناعة الوطنية تكون مقدمة على الصناعة الأجنبية، ولكن آلة وزارة الصناعة أن تأخذ المنتج الحكومي فقط. للعلم لا يوجد منتج حكومي إلا ما ندر، ولكن هناك تجار متعاقدون مع الوزارة يروجون هذه البضاعة، يعني تعطيل آلاف من الأيدي العاملة مقابل ربح لتاجر واحد. لا توجد إدارة حقيقية للمعرض، ولم يزر أي مسؤول قاعة المنتج الوطني، يقول الحسناوي مؤكدا أن كثيرا من الدول رفضت المشاركة في معرض بغداد. وهنا مشهد آخر من مشاهد السخط على التجاهل الحكومي لجناح الصناعة الوطنية في معرض بغداد الدولي. أو حتى رئيس الوزراء، هو منو رئيس الوزراء؟ هو خادم للعراق، المفروض يجي هنا يفتتح هذا. هو كان وزير الصناعة، هو كان أداة الصناعة بالعراق وعنده كل خارطة الطريق. يعني قليل بحق الصناعي العراقي ان يفتتح رئيس الوزراء هذا الجناح المهم اللي يمثل خارطة الطريق البناء بناء مستقبل الوطن ومستقبل اجيال العراق. وبالتزامن مع تعطيل 60,000 مشروع مسجل لدى اتحاد الصناعات بسبب البيروقراطية والفساد الإداري، قالت غرفة التجارة إن الإجازات الصناعية باب من أبواب الفساد، لكون منحها يعفي المواد الداخلة والمستوردة من الجمارك بذريعة حماية المنتج الوطني. ورغم منح مئات الإجازات الصناعية مؤخرا في العراق، إلا أن الصناعة ما زالت تراوح مكانها، فالبطالة في ازدياد متواصل والاستيراد مفتوح على مصراعيه رغم توفر الأموال والكفاءات الوطنية.